مي صالح للشرب بلاش. هذا الجلاس مالي فارغ، اخاف تقولون خدعه من خدع مال هوليوود. احنا بارمينيا. شنو رايك بالطريق؟ شلون كان؟ مو صعب من وصلته؟ كان كثير وعر وعر وعر، بس كثير حلو اكشن. شلون الوضع؟ مرتاح؟ والله بجنن اكيد. المي عن جد المي بارد او حار؟ كثير حلو. لا مش بارد كثير. جولتنا اليوم راح نستمر بها، كنا قبل قليل يم ينابيع المياه المعدنية. الآن سنتحرك إلى ينبوع رأس التعبان. هذه السيارات اللي نستخدمها لرحلة السفاري. هذه السيارة اللي راح نستخدمها ميتسوبيشي. طبعا هذا كل السيارات تشوفوها جيرمو. راح نروح للمياه المعدنية. شنو رايك بالطريق؟ شلون كان؟ مو صعب من وصلته؟ كان كثير وعر وعر وعر، بس كثير حلو اكشن اكشن. مو طبعا. هذه السيارات اللي نصعد بها اللي نشوفها. احنا سيارتنا الاخرى الميتسوبيشي. ندخل بوادي، نطلع من وادي، ندخل بنهر، هيك انهر نمشي بها. هذا المقابلنا. بصراحه ما قدرنا نصور الطريق. انا عندي تقرير مصور الطريق. هذا السيارة اللي جينا بها احنا. هذا السيارة للمعلومات ما اجينا بها من يربان، وانما من نوصل جيرمو سيارتنا ندب بالباركينج، ناخذ هذه السيارة نأجرها ونطلع بها. شوف المي هدأ. عصتوا تانك هاري هدأ. ابو ذياب مرحبا، وين جايين ابو ذياب؟ وانا راح بالسفاره انا بعرفون. شلون الوضع؟ مرتاح؟ والله بجنن اكيد. المي عن جد المي بارد او حار؟ كثير حلو. لا مش بارد كثير. مش بارد. هذا هذا بالشتاء هالمنطقه، طبعا المنطقه كلها مغطاه بالثلوج، هنا المي 34 درجه. هذا ينابيع المياه المعدنيه. طبعا الجزء ما تعرف اكثر من 10 دقائق 15 دقيقه ما ممكن تبقى بالمي. هنا طبعا هذه كلها عباره عن ينابيع. هذا امامنا اللي نشوفه ينابيع لكن مياه بارده. هنا هذا مي حار. شوف هنا راح تقرب على هذا الحوض ايضا ينبوع. هذا ايضا مي دافئ. دافئ يعني تقريبا 30 درجه 34 درجة. هذا وهذا اللون اللي نشوفه البرتقالي هي عبارة، لا والله هذا بارد، هذا أبرد من هذاك. هذا اللون البرتقالي اللي نشوفه هي المعادن اللي مترسبة. هسه راح ننتقل إلى عين آخر. هذا نهر أيضا من أحد ينابيع الأخرى فوق الجبال في جيرموك. مي بارد. هذا جولتنا اليوم راح نستمر بها، كنا قبل قليل يم ينابيع المياه المعدنية. الآن سنتحرك إلى ينبوع رأس الثعبان. رأس الثعبان عبارة عن حجرة فعلا تشبه الثعبان، رأس الثعبان، ومن العيون يطلع المي. إن شاء الله راح نتقرب عليه ونصور لكم إياها. تابعونا. تابعونا إلى رأس الثعبان.
ينبوع رأس الثعبان، راح أصور لكم إياها وتشوفوا شلون هذا هسه أمامنا رأس الثعبان. شوف هذا العين الثاني، هذا عين، وهنا عندنا العين الثاني. هذه حجرة طبيعية طبعا، لا حد ناحتها ولا هم يحزنون، حجرة طبيعية ما محفوظة. صالح للشرب، هذا الجواز مال فارس، اخاف تكون خدعة من خدع مال هوليوود. احنا بارمينيا، شباب وللمعلومات مي وبي غاز، في غاز مي طيب عن جد، يعني مي مياه فوار. اه هو هذا المي، لا عن جد ذوقه شريف. اشرفني الى ينبوع راس الثعبان. تنتهي جولتنا لهذا اليوم التي بدات من يريفان وتوجهنا الى عده اماكن، فوربيراب، اريني كيف، دير نورابانك، واخيرا شلالات جيرموك والمياه الحارة والمياه المعدنية. وها نحن أمام ينبوع رأس الثعبان. إلى اللقاء في تقارير قادمة.